هسكت لحد ما تفهميني. انت كده بتحبني؟ طبعا. ما ينفعش الناس تبقى بتفكر هو جاي يعمل كل ده ليه؟ أكيد مش لوجه الله، ومفيش حد بيصرف بس من غير ما ياخد. لازم تعمل مشروعات كسبانة علشان الناس تشوف إنك كسبان وناجح وتبقى مطمنة لمصدر فلوسك. أمال غسيل أموال إيه؟ لو الناس شكت في فلوسك يبقى دي أموال مشبوهة. عشان كده لابد من الحاج عبد الله. مين الحاج عبد الله ده؟ ده راجل كبير من أهل الحتة. ماله؟ ده صاحب الحاج إبراهيم الروح بالروح، يعني زي الإخوات. وبعدين؟ احنا ممكن ندخل الحاج عبد الله او بنته حتى شريكه معانا في الشركه، ونكركر الحاج ابراهيم يفتتح حاله، وممكن كمان نتحجج ان احنا ناقصنا سيوله وندخله الشريك معانا، مش كده يبقى كويس؟ هايل، بس واحده واحده، وفهمني طبيعه العلاقه بين عبد الله وابراهيم الطيب بالتفصيل. اهلا وسهلا خيريه. اهلا اهلا وسهلا حضرتك. اهلا يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا ايه اهلا يا خيريه. اهلا. ازاي الصحه؟ اهلا يا سامي بيه. الله يخليك يا حاج. اتفضل. اهلا وسهلا، شرفتونا. الله يشرفك يا حاج. الله يخليك. شفت بقى الاولاد يا حاج؟ طلعوا مرتبين كل حاجه واحنا ما نعرفش. ما هو ده جيل ما نقدرش عليه يا سامي بيه. اه ده جيل كله عفرطه. قول لي بقى يا حاج، تحب نعمل الفرح امتى؟ قبل الفرح بس يا سامي بيه، مش لازم نعرف هيسكنوا فين؟ بسيطة يا حاج، احنا عندنا شقة هنستلمها وأكيد هتعجبكم في كورنيش المعادي. ودي هتستلموها امتى إن شاء الله؟ يعني 9 شهور بالكتير. يعني 9 شهور وعايزين 3 شهور كمان عشان نشطبها، وتلاتة كمان عشان نفرشها، ويمكن أكتر، يعني بنتكلم في سنة ونص. يا حاج الوقت بيمر بسرعة، وبعدين دي أسرع حاجة ممكنة دلوقتي. لا يا سيدي، أنا ما دام نويت على جواز بنتي أفضل يكون في أسرع وقت، ما أقدرش أستنى الوقت ده كله. بسيطة يا حاج، إحنا نضغط الوقت كله ونخليه كله سنة. ازيك يا مريم؟ أنا سلوى عليكم السلام. أهلا يا روحي. ازي حبيبتك يا عمر؟ ازيك يا عروستنا يا حبيبتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ يلا يا عريس اقعد جنب عروستك. مش كده برضه؟ لا يا سامي بيه، برضه كده مدة طويلة. أنا عايز إن شاء الله كتب الكتاب والدخلة يكونوا خلال شهر. شهر؟ طب وده هنعمله إزاي يا حاج؟ على كده بقى إحنا محتاجين الفانوس السحري. ولا فانوس سحري ولا حاجة يا سامي بيه. بكرة إن شاء الله الحاجة هتاخد عروستنا والعريس وخيرية هانم تفرجهم على شقة مديحة. بصراحة يا حاج أنا مش فاهم حاجة. هو إيه مديحة عندها شقة تانية؟ أنا مجهز لها شقة من زمان. شقة 380 متر على النيل على طول. طب والحاجات دي حاجة هنتحاسب عليها ازاي؟ ما بين الخيرين حساب يا سامي بيه، وبعدين دي هديتي المديحة. ايوه يا حاج، بس انا كنت افضل انهم يعيشوا في شقة ابني اللي انا حاجزها له. صدقني دي هتعجبكم قوي، وبعدين دي متكلفة حوالي 3/4 مليون جنيه غير الفرش، وتقدروا تاخدوا العروسة في اي وقت تختار الفرش اللي هي عايزاه، واحنا مستعدين نفرشه فورا. ما انا قلت لحضرتك لما يتفرجوا على الشقة والفرش اللي فيها ان ما عجبهمش يبقى يغيروا. خلاص بقى يا سامي، مدام الحاج قال. خلاص ايه بس يا خارية؟ مش في حاجة اسمها أصول؟ والأصول بتقول إن الشقة على العريس. الحاج باباهم وإحنا مش أغرب عن بعض. ماشي يا ستي، عشان خاطرك أنت بس. وطبعًا كل اللي يقول عليه الحاج لازم يمشي، أنا ما أقدرش أنزل له كلمة. طبعًا. ويوم الخميس هتروحوا للجواهرجي بتاعنا في وسط البلد، هتلاقوا تشكيلة هتعجبكم إن شاء الله. دي هديتي بقى في كتب الكتاب. بصراحة أنا قلبي كان هيقف وانت عمال تقول وتعيد وتزيد. أنا ابني لازم يسكن في الشقة اللي أنا جايبها له، وابصلك وازغدك وبرده تقول وتعيد وتزيد. يعني افرض بقى انه كان وافق، كنا اتفضحنا. هي فين الشقة دي؟ شوفي يا اخوك يا حبيبتي، الناس البلدي بيقولوا ان الكلام معلهوش جمرك، فما يبقاش قلبك خفيف كده. وبعدين بقى الصياد الماهر لازم يبقى قلبه ميت عشان يقدر يوقع فريسته ويبلف اللي قدامه.
زي كده اللي بيدير ترابيزة قمار. بصراحة انت فعلا قلبك ميت، الحمد لله اللي عدت. انت باين عليك كنت لعيب قديم يا سام. ولسه بلعب وحياتك. وانا بموت في لعبك يا شريف. كنت هموت من القلق لما عمو مسك في موضوع الشقة ده. اصلا انت مش عارف بابا ممكن فجأة يقلب ويقفل على كل حاجة. وقعدت ادعي اقول يا رب خليك معانا. انا كنت متأكد ان ربنا يكون معانا قوي. عارفة ليه؟ عشان حبي ليك يا مديحة. هتصدقيني لو قلتلك ان انا ساعات بحس بجد ان حبي ليك ده قدر ربنا زرعه جوايا. فطالما ده قدر ربنا يبقى احنا لازم ما نخافش، لازم نطمن، لان اكيد ربنا هيكتب له النجاح. وانت عارفة كويس قوي ان انا بحبك، صح؟ بس انا عايز اقولك على حاجة. ايه عايز تقول ايه؟ انتي كنت زي القمر النهاردة، مع اني كان في ناس كتير جدا في الخطوبة، بس انا كنت حاسس ان انا وانتي قاعدين لوحدينا. لوحدنا ازاي يعني؟ معرفش، فجأة كده ما بقتش حاسس بأي حد غير انا وانتي وبس. انت عارف انا كمان كنت حاسة بنفس الاحساس ده. بحبك يا مديحة. وانا كمان. ده هيبقى ولا فرح قطر الندى ان شاء الله. بابا محتار يعمل لها ايه ولا ايه؟ بيني وبينك يا سابت عجبتني مديحة قوي لما اتمسكت بسمير. الغرابة بقى ان بابا عمره ما بيتنازل. ليه بتقول الكلام ده؟ ده الحاج بيحبكوا قوي، بس انتوا اللي مش عايزين تفهموه. هو اللي مش راضي يفهمنا، وهو اللي مش شايف غير مديحة. لكن لو انا بقى كان الموضوع مشي غير كده خالص. ازاي بقى؟ ده احنا لما اتجوزنا فتح لك معرض سيارات. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ما انت طبعا فرحانة عشان انت خارجة منتصرة. شكله كده حنين على البنات بس. ماشي ماشي يا سي ثابت. بقولك ايه؟ اعملي لي القهوة عشان انا مصدع قوي. حاضر تأمرني.